المؤتمر الوطني الثامن، أصالة، استمرارية والتزام. نشكر كاع المؤتمرين من القادة والقائدات وعمداء قدماء كشافة من جهة الثقه اللي ضعوها فيا. ان شاء الله نتعاونوا باش نمشيو للامام بقدماء كشافة الاسلاميه بكل افواجها على المستوى الوطني، وان شاء الله نصيب معها دعم من القاعده تاعنا على مستوى كل ولايه الوطن. ان شاء الله حنايا في خدمه الوطن وفي خدمه الوطن ان شاء الله، وعلى عهد الشهداء ان شاء الله. نشكر السيد مصطفى سعدون القائد العام لقدماء الكشافة الإسلامية منظمة قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية تحت القيادة المحنكة للسيد القائد العام السيد مصطفى. نجاح مؤتمركم هذا الذي زكيتم فيه أخي مصطفى لعهدة ثانية التي نهنئه بها ونتمنى له النجاح والتوفيق، طبعا بمساندتكم ودعمكم ونضالكم الدائم بجانبه. الحياة والنجاة والهناء والرجاء في أوان.
التي سوف تشرف على قيادة هذه المرحلة القادمة من التي سوف تشهدها قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية، وعلى رأسها السيد القائد العام مصطفى سعدون، فليتفضل معنا على المنصة. كما سوف ندعو أيضا جميع القائمة وأعضاء المكتب. المؤتمرين اللي جاوا ولاية الوطن من أقصى الجنوب أقصى الشرق أقصى الغرب، حنا نعاودو نجددو الشكر لكل المؤتمرين، وإن شاء الله نكونوا دوماً هنا في خدمة الوطن، وهنا رانا هنا لخدمة الوطن لا غير، نخدمو الوطن اليوم وغدوة. وقبل ما نخدمو ماذا بينا ضيافنا اللي جاو يجيو ياخذوا معنا صورة تذكيرية هنايا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، بارك الله فيكم. القائدة هدى بلعميدي من محافظة ولاية الجزائر العاصمة. طبعا اليوم قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية وكل المنخرطين فيها راهم يحتفلوا بمناسبة أنه القائد العام تاعنا مجددا راه مصطفى سعدون، القائد العام يعني اللي راه غني عن كل التعريفات، القائد العام اللي بذل مجهود كبير باش قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية تكون وين راهي اليوم. من هذا المنبر أجدد الشكر للقائد العام مصطفى سعدون، إلى كافة أعضاء المكتب الوطني، إلى كل منخرطي قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية. الأجواء فعالية المؤتمر الثامن لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية، نشكر كل المشاركين، نشكر كل المساهمين، نشكر كل الفاعلين. ومرة أخرى أثبتت قدماء الكشافة أنها في 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 الطالعة، خدمة للوطن، خدمة للمجتمع. شكرا لكل المشاركين. الحمد لله على هامش المؤتمر الثامن لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية المنعقد بالجزائر العاصمة زيرالدا أيام 15-16-17 جوان 2023، تم تزكية السيد مصطفى سعدون قائدا عاما لعهدة جديدة لمنظمة قدماء الكشافة بالإجماع. الحمد لله على نجاح أشغال هذا المؤتمر الثامن اللي كانت فيه الأخوة والمحبة بين جميع المؤتمرين. كما نسأل التوفيق للقائد العام صباح سعدون في العهدة الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ولاية الجزائر لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية، وأنا الرئيس طارق عباد نتمنى كل التوفيق والنجاح لقائد العام مصطفى سعدون على توليه المنصب قائد العام لعهدة الثانية. احنا من هذا المنبر نباركوا له ونهنيوه ونتمنوا له المزيد من النجاح والتألق حتى نرتقي بالجمعية تاعنا وتكون في ازدهار وتطور، وبارك الله فيكم وشكرا لكم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.